الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، فهذا تحصلنا على معدلات لا بأس بها من حيث المعدل لكل تلميذ، بالإضافة إلى النسب لكل شعبة، بحيث النسبة العامة قدرت ب 90.05 للمؤسسة. أنا جد فخورة اليوم بنفسي، أقدم جزيل الشكر إلى الوالدين الكريمين اللذان كانا سندا لي طيلة السنة الدراسية. أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد المدير مدير ثانوية رائد سي زوبير بولاية تيارت، وإلى كل الطاقم التربوي. تحصلت على معدل 18.01 شعبة علوم تجريبية. مسرور وتملؤني الفرحة بنجاح ابنتي الغالية إسراء بهذه الثانوية بمعدل 18.1، وهذا نتيجة لتعبها ومثابرتها، ولهذا فنحن جد فخورين كوالدين لبنتنا، ونتمنى لها النجاح في مسارها. حصل على شهادة البكالوريا معدل 17.60، أنا فرحانين علوم تجريبية، فرحنا والدينا وفرحنا الأساتذة تاعنا، والحمد لله يا رب. إن شاء الله الحمد لله اللي فرحنا والدينا وفرحنا حنايا. صحيح. المعدل 16.92 علوم تجريبية. هني زميلاتي طالبة وزين نهاد، هني زميلاتي أختي بالأحر لخش توأم، اديت 15.73، وان شاء الله بركه كاع على اللي داو غايه. تلميذه حمراء بشرى شعبة تسيير واقتصاد، حصلت على معدل البكالوريا 11.62، نتمنى نلتحق بالجامعه ومبروك كاع الناجحين ان شاء الله.